بمناسبة احتفالات الأسبوع الوطني للمرأة التشادية دورة 2023 الذي يصادف 8 مارس من كل عام، فقد نظم النساء حارة تكرة داسا برنامجا توعويا حول أهمية تعليم المرأة ومكانتها وتحقيق مطالبها اجتماعيا واقتصاديا. وقد انتهزن النساء الفرصة وطالبن فيه بضرورة قضايا المرأة وتحسين ظروف حياتها اجتماعيا واقتصاديا وتوفير الطاقة الكهربائية وكذا البنية التحتية والصحة والتعليم. هذا وقد أوضحت الوزيرة المندوبة لدى وزارة المحروقات دكتورة رحمة محمد هتوين بأن المرأة لها مكانة عالية في المجتمع وتقلدت مناصب في الدولة وشاركت في عدة مؤتمرات سياسية داخل البلاد وخارجه. ندورو شانجوما في فيانا عوين ما ندورو مرة تاتا ندورو مرة هي كل هندا بلاستا لغا خدمي مش النيفو الناس آخرين كل هندو ما رجال دا يعني انترم دو خدمي دخلية جو سوا. وفي نهاية الحفل الختامي فقد سلمت الوزيرة المندوبة لدى وزارة المحروقات دكتورة رحمة محمد هتوين أدوات مدرسية عبارة عن 10 كرتونة كخطوة أولية دعما لمسيرة تعليم النساء.